بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. النهاردة بنكمل آخر حلقة من حلقات البريتونيوم في الأبدومين، وبيبقى لنا إن شاء الله بإذن الله محلقة عن البريتونيوم وهو الموجود في البلفيس، بلفيك بريتونيوم، وكده تبقى خدت الحلقات اللي هو البريتونيوم. النهاردة موضوعنا بنتكلم على موضوع كولكتيفلي كده اللي هو البريتونيوم بتاع الجريتر ساك، نتكلم على الامبليكال فورس. يبقى احنا لنا موضوعين اللي هو البريتونيوم بتاع اللي هو الجريتر ساك والامبليكال فورس، دي اللي هو الكونتنس بتاعت المحاضرة بتاعتي. تعال بص نراجع بسرعة مع بعضينا ايه فكرة الجريتر ساك. افكرت بسرعة بين الليفر والاسترول، كان في عندنا فولد اسمه ليسر اومنت، عمل سبليتنج للاستومك وبعدين طلع في صورة فولد اسمه جريتر اومنت. دول الانتيريور تو لير اوف جريتر اومنت، دول البوستيريور تو لير اوف جريتر اومنت، وصل لغاية البنكرياس. التو ليرز جيت سيبريتد فروم ايتش اذر. أول layer اللي اسمها الـ anterior layer كملت لي الساك اللي اسمه الليزر ساك، والـ posterior layer دي حطيت لي الترانزفيرز كولون وعملت لي الترانزفيرز ميزو كولون، أدي واحد. جيت على الـ posterior abdominal wall عملت لي الميزنتري أوف سمول انتستن، أدي اتنين. رجعت حطيت لي السيجمويد كولون وعملت لي سيجمويد ميزو كولون، وبعدين نزلت عملت الـ peritoneal على الـ pelvis. ده موضوع المحاضرة اللي جاية إن شاء الله. وبعدين راح نكمل على الانتيرير ادومينال. يبقى ده باختصار الساك اللي اتكون، اللي بطلق عليه كلمه الجريتر ساك. بس زي ما احنا عرفنا ان حصل فيوجن بتوين البريتونيوم بتاع الجريتر اومنتوم والترانزفيرز ميزو كولون. لما حصل فيوجن لقيت ان الجريتر اومنتوم نازل من الاستومك لغايه ما وصل للكولون، عشان كده بقى اسمه التاني جاسترو كوليك ليجامنت. يبقى ده اكسبريشن من اول الاستومك لغايه الترانزفيرز كولون. حولت للترانزفيرز كولون وراح عامل لي الترانزفيرز ميزو كولون. يبقى الترانزفيرز ميزو كولون هنا بقى اكستندنج بتوين الترانزفيرز كولون والبنكرياس بالصوره اللي انتم شايفينها. المهم بقى دي الشكل اللي موجود عندي ليسر ساك، والشكل الموجود الكبيره دي بقى اسمها جريتر ساك. زي ما انتم شايفين ان انا ممكن اقسم بالاتاتشمنت بتاع الترانزفيرس ميزوكولون والحته دي كلها. على فكره الجزء ده بيحصل له اوبريتريشن، الريسس ده اسمه انفير ريسس. ممكن اقسم الجزء اللي موجود الجريتر ساك انت تو كومبارتمنت، سوبرا كوليك وانفرا كوليك. يبقى انا ممكن اقسمها لتا وانفرا كوليك كومبارتمنت. يبقى الجريتر ساك ممكن اقسمها كومبارتمنت موجود اباف اسمه سوبرا كوليك كومبارتمنت، كومبارتمنت موجود تحت اسمه انفرا كوليك كومبارتمنت. او شايفين اهو، ادي الليسر اومنتم، ادي الاستومك، ادي الجريتر اومنتم اللي هو الجسترو كوليك ليجامنت، ادي الترانزفيرز كولون، ادي الترانزفيرز ميزو كولون. في كومبارتمنت موجود انتيرير اسمه السوبرا كوليك كومبارتمنت اللي هو باللون اللي هو الطوبي ده. في كومبارتمنت اللي هو باللون الاصفر ده اسمه انفرا كوليك كومبارتمنت. اللي واضح ان الانفراكوليك كومبارتمنت بيقسموا بالميزنتري اوف سمول انتستين انتو تو بارت زي ما هنشوف دلوقتي. يبقى باختصار سوبرا كوليك كومبارتمنت اللي هو موجود اباف ده كونتينز الاستومك والليفر والسبلين. طبعا في حاجات كتيره يعني، بس انا بنتكلم على الحاجات الميجور اللي موجوده. الانفراكوليك كومبارتمنت تبع على السمول انتستين والاسندنج والديسندنج كور. الحد الفاصل ما بينهم اللي هو الترانزفيرز ميزو كولون. يبقى الجريتر ساك is divided by transverse ميزو كولون into supra و infra colic compartment. أهم حاجات موجودة في السوبرا كوليك كومبارتمنت اللي هو stomach, liver, spleen and so on. الانفرا كوليك كومبارتمنت أهم حاجات موجود فيها اللي هو السمول انتستين ascending و descending كولون. السوبرا كوليك كومبارتمنت يا ولاد في سبيسز، اهم سبيسز موجودين اللي هو السفرينك سبيسز. الانفرا كوليك كومبارتمنت ديفايدد بالاتاتشمنت بتاع الميزنتري اوف سمول انتستين اللي هو ده انتو رايت و
ولست انفرا كولر كومبارتمنت. يبقى باختصار الجريتر ساك دي تقسمها بالترانسفيرز ميزوكولر انتو سوبرا وانفرا كولر كومبارتمنت. السوبرا كولر كومبارتمنت ده فيها سبيسز اسمها سفرينك سبيسز. الانفرا كولر كومبارتمنت بنقسمها رايت وليفت بالاتاتشمنت اوف ميزنتري اوف سمول انتستين. تعالوا ناخدهم سريعا بمزيد من التفاصيل. يبقى السوبرا كولر كومبارتمنت وشايفين بقى ادي الترانسفيرز ميزوكولر اهو. يبقى الكومبارتمنت اللي موجود فوق ده اسمه سوبرا كولر كومبارتمنت، بنقسمه انتو سفرينك سبيسز. بنقسمه لايه؟ سفرينك سبيسز. السفرينك سبيسز انا بتكلم المره دي بقى في موضوع كامل انا حطيته محاضره، لكن انا بتكلم على البريتونيال سفرينك سبيسز. رايت سفرينك سبيس وعندي هيباتيك سبيس، ليفت سفرينك سبيس لسرساك. هقول التقسيمه كده وده النت ريزلتس بتاعتنا. يبقى عندنا سبيسز موجوده اسمها سفرينك سبيسز، في سبيسز موجوده اسمها سب هيباتيك سبيس. سفرينك سبيسز في رايت وليفت، وفي ساك اسمه ليسر ساك، يعني هم اربع سبيسز موجودين. بسرعه كده تعالوا نشوفهم مع بعضين. اول سبيسز تقريبا بتوع الكلينيكال يستخدموهم كده يا ولاد، اسمه رايت سفرينك سبيس وليفت سفرينك سبيس. هتقول لي مش هم كلهم اسمهم سفرينك سبيس يا دكتور؟ اه، ما هو المفترض ان دي اسمها رايت انتيريور سفرينك سبيس وليفت انتيريور سفرينك سبيس. بس بتوع الكلينيكال بقى هيقعدوا يقولوا رايت انتيريور وليفت انتيريور، فيقولوا على طول ده اسمه رايت سفرينك سبيس وليفت سفرينك سبيس. اللي احنا بنسميهم في الاناتومي رايت انتيريور سفرينك سبيس وليفت anterior suffering space. كلاهما كويس الباوندرز بتاعته above the diaphragm below the liver، موجودين على الايزر سايد اوف falciform ligament. هو بس بيختلف posterior. posterior الرايت anterior suffering space مقفول بالcoronary ligament، والليفت anterior suffering space مقفول بالليفت triangular ligament. اللي يهمني هنا التو سبيسز دول الموجودين يا اولاد، اللي هو الرايت انتيريور سفرينك سبيس وليفت انتيريور سفرينك سبيس، اللي هم بيسموهم في الكلينيكال سفرينك على طول، سيبريتد فروم اتش اذر بالفالسيفورم ليجامنت. يبقى باختصار هم موجودين على جانبي الفالسيفورم ليجامنت وسيبريتد فروم اتش اذر. ده النقطه اللي تهمني، يعني ما فيش ابسس موجود هنا ممكن سبريد هنا والعكس صحيح. يبقى دول اسمهم يبقى رايت وليفت سفرينك سبيسز او رايت انتير وليفت انتير سفرينك سبيسز. السبيس الثالث موجود بين الليفر والكدني، بين الليفر والرايت كدني، ومقفول باللوير بتاع الكورونر ليجمنت. اسمه ايه السبيس ده؟ ليه اسامي كتير قوي، يعني ممكن الناس يسموه رايت بوستيرور سفرينك سبيس، او اسمه رايت سب هيباتيك سبيس، او اسمه هيباتو رينال باوتش، او اسمه مورسن باوتش. يبقى ليه اربع اسامي: هيباتو رينال باوتش، مورسن باوتش، الرايت بوستيريور سفرينك سبيس، الرايت سب هيباتيك سبيس. بتوع الكلينيكال يسموه ايه على طول؟ يسموه سب هيباتيك سبيس على طول. ممكن يسموه هيباتو رينال، ممكن يسموه مورسن، او ممكن يسموه سب هيباتيك حيف من غير لا رايت ولا ليفت. يبقى بتوع الكلينيكال يا ولاد يستخدموا، يبقى عندنا ثلاث سبيسز على طول: الرايت وليفت انتيريور سفرينك سبيسز بيسموها سفرينك سبيسز، موجودين بين الليفر والديافرام على جانبي الفالسيفورم ليجامنت. يبقى لو حفظتوا العباره دي حفظتوها على طول: بين الليفر والديافرام على جانبي الفالسيفورم ليجامنت وسبريتد من بعضيهم. بتوع الكلينيكال يسموه رايت وليفت سفرينك سبيسز. السبيس الثاني اللي اسمه رايت بوستيريور سفرينك او الرايت سب هيباتيك يسموه سب هيباتيك على طول، او هيباتو رينال او مورسن باوتش، بين الليفر والرايت كدني ومقفول بالكورونري ليجامنت. يبقى دول الثلاثة سبيسز. السبيس الرابع مفيش حد بيسموه بقى الاسم السخيف اللي اسمه ليفت سب هيباتيك سبيس، هما بيسموه ليزر ساك على طول. يبقى السبيس الرابع اسمه ليزر ساك. يبقى باختصار السوبرا كولر كومبارتمنت يا ولاد بقى ايه؟ بتوع الكلينيكال يستخدموا على رايت سفرينك سبيس، سب هيباتيك سبيس، ليفت سفرينك سبيس، ليسر ساك. يبقى هم بقى اربع سبيسز موجودين: رايت سفرينك سبيس، ليفت سفرينك سبيس،
الاثنين سيبريتد من بعضهم بايه؟ بالفالسي فورمولا. يبقى انفكشن هنا ما بيوصلش لهنا. عندي السب هيباتيك سبيس اسمه هيباتورينال او مورفنس باوتش، والرابع اسمه ليسر ساك، اللي هو الهيباتورينال او مورفن باوتش كونكتد بالليسر ساك اللي هي الاومنتال بيرسا عن طريق اسمه اي بي بلايك فرامين. يهمنا هنا يا اولاد لو في انفكشن موجود في السب فرينك سبيس دي بتوصل او بتعمل ايه؟ الليفت سب فرينك سبيس بيبقى سيبريت من الليفت باراكوليك جاتر عن طريق ليجامنت اسمه فورينيكو كوليك ليجامنت. ده بيعمل بارشل يعني كويس بارشل سيبريشن، بس ممكن طبعا ايه يحصل له بيرفورينس اون. لكن الليفت سفرينج سبيس ان جنرال سيبريتد من الليفت باراكوليك جاتر. الثلاثه سبيسز دول يا اولاد مع بعضهم سواء الليسر ساك او السب هيباتيك سبيس او الرايت سفرينج سبيس كونكتد، كلهم كونكتد بالرايت باراكوليك جاتر، والرايت باراكوليك جاتر ده بيؤدي للبلفيك كافيتي. يبقى ده اللي هو الاربعه سبيسز اللي هم موجودين والكونكشنز المختلفه بتاعتهم. الانفرا كوليك كومبارتمنت زي ما اتفقنا مع بعضينا ان هي بيبقى ديفايدد بالميزنتري اوف سمول انتستين، او ده اسمه الميزنتري اوف سمول انتستين، انتو تو سبيسز، واحد ناحيه اليمين واحد ناحيه الشمال. اللي موجود ناحيه اليمين الرايت انفرا كوليك كومبارتمنت بيبقى شكله زي ما يكون تراينجلر ان شيب، الايبكس بتاعته لتحت والبيس بتاعته لفوق. اما الليفت انفرا كوليك كومبارتمنت زي ما يكون كوادرانجلر ان شيب. الرايت انفرا كوليك كومبارتمنت بيبقى كومبليتلي سيبريتد، مش مكمل مع البيلف كافيتي، لكن اللي هو الليفت انفرا كوليك كومبارتمنت بيكمل تحت مع اللي هو البيلف كافيتي، ولو انه بيبقى ليميتد شويه بالترانسفيرز كولوم والترانسفيرز ميزو كولوم. يبقى اهو اهو ده اهو شايفين السبيس ده اهو بيكمل تحت مع البلف كافيتي، لكن الرايت ما بيكملش. يبقى تعالوا كده نعقدها مقارنه مع بعضينا. ادي الرايت انفرا كولوك كومبارتمنت شكله زي ما يكون ترينجلر ان شيب. ايه بتاعه موجود عند الاليو سيكال جانكشن. البيس بتاعتي هو ترانزفيرز كولون وترانزفيرز ميزو كولون. تو ذا رايت عندي اسندنج كولون، تو ذا ليفت عندي الميزنتري اوف سمول انتست. ده كومبليتلي سيبريتد سبيس اللي هو الرايت انفرا كوليك سبيس. الليفت انفرا كوليك سبيس شكله زي ما يكون كوادرانجلر ان شيب. الباوندرز بتاعته من فوق ترانزفيرز كولون وترانزفيرز ميزو كولون. تو ذا رايت عندي الميزنتري بتاع سمول انتست، تو ذا ليفت عندي الديسندنج كولون. زي ما انتم شايفين انه بيحصل له وايدنينج بيلو وبيكمل مع البلفيك كافيتي، ولو انه بيبقى ليميتد بالسيجمويد كولون والسيجمويد ميزو كولون، بس هو مفتوح في النهايه تحت على اللي هو البلفيك كافيتي. يبقى ان شورت يا اولاد بقى، يبقى ايه هم السبيسز اللي يهمونا في الكلينيكال؟ الصوره دي كويس. يبقى عندي نمره واحد عندي رايت سفرينك سبيس، عندي ليفت سفرينك سبيس. الرايت وليفت سفرينك سبيسز are separated from each other بالفالسي فورم ليجمنت. عندي سب هيباتيك سبيس اسمه هيباتورينال امورسيم اوتش، ده بيقدر يكمل عن طريق الابيبليك فورمين مع الليسر ساك. يبقى فوق عندي اربعه سفرينك سبيسز، رايت وليفت سفرينك سبيسز separated بالفالسي فورم ليجمنت، عندي سب هيباتيك سبيس الهيباتورينال امورسيم اوتش، ده بيكمل عن طريق الابيبليك فورمين مع الساك اللي موجوده اسمها الليسر ساك. تحت عندي تو سبيسز موجودين رايت انفرا كوليك سبيس، على فكره بس ممكن نسميه ميزو كوليك عشان بين الميزنتري بتاع السمول انتستين والكولون، والليفت انفرا كوليك سبيس. يبقى عندي رايت وليفت انفرا كوليك سبيسز، الليفت بيكمل تحت مع البلفي كافيتي، الرايت بيبقى سيبريتد، وعلى جنبي الكولون سواء الاسندنج والديسندنج كولون عندي بار كوليك جاتر، رايت باراكوليك جاتر ليفت باراكوليك جاتر. يبقى دول مهمين قوي الباراكوليك جاتر. الليفت باراكوليك جاتر سيبريتد من الليفت سفرينك سبيس عن طريق اللي هو الفرينيكو كوليك ليجامنت، لكن الثلاث سبيسز التانيين دول كونكتد كلهم بالرايت باراكوليك جاتر اللي هو تحت مع البلفيك كافيتي. يبقى ده موضوع اللي هو كان اللي اسمه اللي هو الجريتر ساك.
لو احنا فهمنا الموضوع ده بيبقى بالنسبة لنا سهل أوي إن احنا نفهم البريتونيوم بتاع البنكرياس. البنكرياس مكون من هيد نيك بادي تيل، كل جزء ليه حدوتة مع البريتونيوم مختلفة. الهيد ده نمرة واحد، البادي يا ولاد لو احنا جايين بنبص عليه شكله زي ما يكون تراينجل على الشيب، دي 3 سيرفيسز 3 بوردرز، ادي البنكرياس. في سيرفيس تحت اسمه انفيريور سيرفيس، في سيرفيس قدام اسمه انتيريور سيرفيس، وفي سيرفيس ورا اسمه بوستيريور سيرفيس، يبقى شكله زي ما يكون بريز. ما بين الانتيريور والانفيريور سيرفيس في بوردر اسمه انتيريور بوردر. يبقى بصوا كده اللي انتوا شايفينه ده، ده اسمه الترانزفيرس ميزوكورو، شايفينه؟ فتلاقي اللون الابيض اللي موجود فوق ده، ده اسمه الانتيريور سيرفيس، والجزء بتاع البنكرياس تحت اللي هو الترانزفيرس ميزوكولو اسمه انفيريور سيرفيس. اما الترانزفيرس ميزوكولو ده اتاتشد للانتيريور بوردر، هشرح الحته دي دلوقتي ان شاء الله. المهم يبقى عندي هيد وعندي بادي وعندي تيل. البادي يبقى عندي اربع حاجات عايز اعرف عليها، الانتيريور سيرفيس، الانفيريور سيرفيس، البوستيريور سيرفيس، والانتيريور بوردر. اللاند مارك بالنسبه للبنكرياس يا ولاد الترانزفيرس ميزوكولو، ده البريتونيال فولد اللي طالع من الانتيريور بورتر بتاع البادي وطالع من الهيد ووصل لغايه الترانزفيرس كولو، يبقى احفظوه بقى. الترانزفيرس ميزو كولو بالنسبه لي يعني ايه؟ لا يعني كتير قوي، لان فوقيه يا ولاد هلاقي موجود عندي لسر ساك، تحتيه هلاقي عندي جريتر ساك. يبقى فوقيه لسر ساك، تحتيه جريتر ساك زي ما هنشوف دلوقتي. طب تعالوا كده نبص علشان نتخيل الصوره موجوده مع بعض. ادي الترانزفيرس ميزوكولو، الترانزفيرس ميزوكولو نمره واحد اتاتش ليه حاجتين، اتاتش للهيد والانتير بوردر بتاع البادي بانكرياس. يبقى الهيد والانتير بوردر بتاع البادي بانكرياس بيدوا اتاتشمنت لمين؟ للترانزفيرس ميزوكولو. فوقيه شايفين الحته اللي انا بشاور عليها دي؟ دي اللي سرسك. يبقى الانتيريور سيرفيس بتاع البنكرياس داخل في عمل البيت بتاع الليثر ساك، البوستيريور وول بتاع الليثر ساك. يبقى عندنا هنا يبقى الانتيريور سيرفيس يبقى ريليتد لايه؟ يبقى الانتيريور سيرفيس ريليتد للي هو الليثر ساك. طيب الانفيريور سيرفيس يا ولاد بقى كويس، الانفيريور سيرفيس اللي هو موجود تحت يبقى اللي هو الجريتر ساك. طب والبوستيريور سيرفيس يا ولاد، البوستيريور سيرفيس اللي هو موجود عندنا يبقى كويس، يبقى ريتروبريتونيال. يبقى عندنا هنا البادي كويس، يبقى عندنا السيرفيسز الموجودين انتيرير انفيرير بوستيرير انتيرير بورد، الهيد بيدي اتاتشمنت للترانزفيرس ميزو. عندي بعد كده اخر حاجه اسمها التيل بتاع الرئاس او التيل بتاع البنكرياس. التيل بتاع البنكرياس ده بيمشي في اللاينو رينال ليجامنت وكام من كونتاكت مع السبلين، يبقى التيل اخر جزء بقى بيمشي في اللاينو رينال ليجامنت وبيوصل لغايه التيل، بيوصل لغايه السبلين، وممكن يحصل له انجري في عمليات السبلينكتومي. يبقى عندنا هنا يبقى الهيد كان بيبدا الترانزفيرس ميزوكولون، البادي ليه 3 سيرفيسز كل واحد داخل في تكوين حدوته مختلفه، الانتيرور مع الليزر ساك والانفيرور مع جريتر ساك والبوستيرور ريتروبرتونيال، والتيل بيمشي في اللاينو رينال ليجامنت وكام ان كونتاكت مع السبلين. عندنا بعد كده اخر موضوع هنا حاجه اسمها امبليكال فولدز. امبليكال فولدز يا اما سوبرا امبليكال فولد والانفرا امبليكال فولد. السوبرا امبليكال فولد اللي هو الفالتش فورم ليجامنت كنا شرحناه مع الليفر. الانفرا انفرا امبليكال فولدز، قبل ما اشرحها عايز اقول كلمه يا اولاد مهمه. انا دايما لما كنت اقول لكم موضوع البريتونيال فولدز كنت اقول عليكم ان هي اومنتم وليجامنتس اوف ميزنتري. لاول مره لما حاجه اشوف فولد هسميه فولد حقيقي. يعني الانفرا امبليكال فولد دي امبليكال فولد بس اديت لها كلمه فولدز، ولا اديت لها كلمه اومنتم ولا ليجامنت ولا ميزنتري. ليه؟ علشان الماتر اوف كونفيوجن. هتفهموها وانا بشرح دلوقتي حالا. ادي الامبليكس اهو، الفولد اللي موجود من فوق اتاتش للامبليكس اسمه فالسي فورم ليجامنت. فالسي فورم ليجامنت ده كان موجود بتوين الليفر
من ناحية، والديافرام والأنتير أبدومينال وول من ناحية، والإكس بتاعته لغاية الأمبليكس، وبيحتوي على ليجامنت اسمه ليجامنتم تيرس. أما الفولس الموجودة تحت اسمها انفرا أمبليكال فولس، ودول خمسة. ميديان، أدي ميديان فولد، وعلى الجنبين عندي ميديال فولز، وبعدين على الجنبين عندي لاترال فولز، يبقى خمسه. ميديان امبليكال فولد، ميديان امبليكال فولد بيحتوي على ليجامنت حقيقي اسمه ميديان امبليكال ليجامنت. يبقى خدوا بالكم الفولد ده بريتونيال فولد تحتيه ليجامنت حقيقي اسمه ميديان امبليكال ليجامنت. وعشان كده قلت لكم ان الماتر هيحصل فيها كونفيوجن، فالحته دي بقى يسموها فولدز حقيقيه بقى، ما قولوش لا ليجامنت ولا غيره. على الجنبين عندي ميديال امبليكال فولز، الميديال امبليكال فولز دي تحتيها ليجامنت حقيقي بيسموه ميديال او الامبليكال ليجامنت. اما اللاترال امبليكال فولز تحتيها في فيسلز اسمها انفيريو بيجاستريك. يبقى خدوا بالكم عندي ميديال امبليكال فولد تحتيه ليجامنت بنفس الاسم ميديال امبليكال ليجامنت، عندي ميديال امبليكال فولدز تحتها ليجامنتس تقريبا بنفس الاسم اسمه ميديال امبليكال ليجامنتس، عندي لاترال امبليكال فولدز تحتها في فيسلز اسمها انفيريو بيجاستريك فيسلز. تعالوا نقولها بسرعه كده، اول فولد اسمه ميديان امبليكال فولد تحتيه ليجامنت اسمه ميديان امبليكال ليجامنت. الميديان امبليكال ليجامنت ده اللي هو ايه؟ الميديان امبليكال ليجامنت في الامبريولوجي كان اسمه اليوريكاس. ايه اليوريكاس دي باختصار؟ لو بصوا كده دي كانت الجات فور جات وميد جات وهايند جات، الديستال بارت بتاع الهايند جات اسمها كلوكا، كان طالع منها الحته دي، ده كان اسمه الالانتويس. الالانتويس ده جزء منه دخل في تكوين اليورينر بلاتر، والجزء الثاني وصل لغايه الامبريكال اسمه يوريكاس، حصل له اوبليتريشن وعمل لي ليجامنت اسمه ميديان امبليكال ليجامنت. يبقى باختصار يبقى اول فولد اسمه ميديان امبليكال فولد طالع من الايبكس بتاع اليورينر بلادر لغايه الامبليكاس. الفولد ده بيحتوي على ليجامنت حقيقي اسمه ميديان امبليكال ليجامنت اللي هو كان اصله حاجه في الامبريولوجي اسمها يوريكاس. يبقى اول فولد اسمه ميديان امبليكال فولد يحتوي على الميديان امبليكال ليجامنت اللي كانت اليوريكاس. على الجانبين كان عندي فولد اسمها ميديال امبليكال فولد، ودي على جانبي البلادر وبتوصل لغايه الامبليكاس، بتحتوي على ليجامنت. الليجامنت ده بعض الكتب يسموه اللاترال امبليكال ليجامنت، وبعض الكتب يكتبوه ميديال امبليكال ليجامنت اللي هو اصله ارتري كان اسمه امبليكال ارتري. الامبليكال ارتر الديستال بارت بتاعه بيحصل له اوبليتريشن يسموه اوبليتريتد امبليكال ارتر. البروكسيمال بارت او الجزء الاولاني بتاعه بيفضل بيدي بلاد لليورينال بلادر، لكن الديستال بارت بتاعه الامبليكال ارتر بتفضل اسمها اوبليتريتد امبليكال ارتر. يبقى باختصار يبقى عندنا هنا الميديال امبليكال فولز تحتوي على ليجامنت ممكن اسميها ميديال امبليكال ليجامنت او ممكن اسميها لاترال امبليكال ليجامنت. دي ايه الكونتينويشن بتاعت الاوبليتريتد امبليكال ارت. اللاترال امبليكال فولدز ما فيهاش اي حاجه خالص، دي بتحتوي على ارتري اسمها انفيرير ابيجاستريك ارت، بتحتوي على ارتري اسمها انفيرير ابيجاستريك ارت. ايوب ان احنا نكون فهمنا المحاضره بتاعت النهارده، جزاكم الخير، السلام عليكم ورحمه الله.